فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه سائلة من فرنسا تقول: عندي طفلتان صغيرتان وأحيانا أقوم بتنظيفهما مما يضطرني. عندي طفلتان صغيرتان وأحيانا أقوم بتنظيفهما مما يضطرني إلى لمس العورة، فهل ينتقض وضوئي بذلك؟ نعم، إذا لمست العورة القبل أو الدبر مباشرة بدون حائل ينتقض الوضوء، أما إذا كان من وراء حائل فلا بأس، ما ينتقض الوضوء. نعم.